أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. رحبوا معنا اليوم برائد الأعمال الأستاذ سام من آيسون. أهلا أستاذ سام. السلام عليكم. وعليكم السلام، وبداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC، ونتمنى منك بداية تعرفنا وتعرف المشاهدين المزيد عنك وعن بداية آيسون. آيسون بلشني بال 2014 في لبنان، ولكن ب 2020 فتحنا مكتبنا هون بالDMCC بالنوك 1JLT، وصلنا جزء من الإمارات، نادي السباحة بالإمارات، جزء من اتحاد السباحة، الهيئة العامة للرياضة. ولكن من أبرز اللي قدرنا نعمله بالإمارات إنه نبعث مدربينا على مسابح الخاصة لعند الكلاينتس بالذات. أستاذ سام، في ظل المنافسة الشديدة في دولة الإمارات، كيف تميزت آيسون؟ ميزت الايسوين هي بانها براند يلي بيقول انا بسبح، وبالدبي بالذات قدرنا نبعث مدربينا على المسابح الخاصه للكلاينتس، بما انه كل حدا عنده مسبحه الخاص ببيته، لكن مع مدربينا يلي عندهم شهادات عالميه من جامعات رياضيه قدروا يعلموا الاشخاص مش بس يسبحوا، ولكن حتى نقدر نشارك بالبطولات اللي هي بالامارات ونقدر نحصل ميداليات. بعد النجاح الرائع والسمعة اللي كسبتوها، ما هي الخطة والرؤية المستقبلية لآيسون؟ نحن اليوم مع نجاحنا بدبي أكيد نتطلع على العاصمة أبو دبي، بهمنا أنه كمان نتوسع بالإمارات، وأول خطوة حتكون أبو دبي، ومن بعدها بهمنا نتوسع على الإمارات الباقيين بدولة الإمارات. أستاذ سام، من خلال خبرتك الطويلة كرائد أعمال، ما هي النصيحة اللي بتحب توجهها لرواد الأعمال الجدد اللي عندهم طموح يبدأوا عمل خاص داخل دولة الإمارات؟ أهم شيء to be passionate بالشي اللي بتعمله. إذا عرفت تعمل من هوايتك أو الشي اللي بتحبه شغل، هيدي أول خطوة. بساعتها ما بتحس حالك عم تشتغل، بينما تكون عم تعيش عم تنبسط بالحياة، وهي شريكك عم تقدر تساعدك تساعد غيرك لحتى تحصل نجاحات. نهاية، ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك حالياً كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع آيسون؟ نحن آيسون.me يلي هو آيسون.ميدل إيست الشرق الأوسط. فيكم تلاقونا على كل السوشيال ميديا، على الويب سايت كمان. نحن موجودين اليوم بدبي مارينا، ونبعث مدربينا على بالدبي مارينا، بالبلو ووترز، على النخلة، بارن جوميرا. فيكم تتواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا، أو مانجمنت تيم حيكونوا على طول جاهزين تيردوا عليكم ويبعثوا لكم أحسن مدربين. شكرا جزيلا. ومتابعين مع مدام يلينا، أهلا وسهلا مدام. شرفنا. متشرفنا فيكي، منرحب فيكي بالبرنامج، ومنتمنى تعرفينا وتعرف المشاهدين عنك وعن دورك بشركة آيسون. أنا اسمي يلينا، أنا روسية، أنا بدي أحكي أنا باللغة العربية، أنا ممكن غلط شوي سامحونا. أنا مشتغل بسباحة بسويمينج زمان. فتحنا شركة آيسون، صارنا 10 سنين. بلشت شغل بلبنان مع الفريق اللبناني واتحاد سباحة لبناني، وصلنا على الإمارات، ونحن كتير مبسوطين لأنه نحن هون. مدام، ممكن تحكي لنا على الخدمات اللي بتقدمها شركتكم آيسون؟ ما هي الأعمار، ما هي الخبرات اللي بتستقبلها؟ على أكيد شغل بدبي بيختلف عن لبنان. أول شيء كل بناية في مسبح، وهذا الشيء نحن فكرنا لازم كوتشية يجوا على المسبح ونستفيد بهذا. ننبلش ب4 سنين، بس كمان في طلب على عمر أصغر، عشان هيك نحن مضطرين نفوت ب2 و3 سنين، بس أفضل عمر هي 4-5 سنين للسباحة كعين وتعليم. هلا بالنسبة للسباحة، في عنا 4 أنواع للسباحة اللي بينزل على المباراة، هي أكيد فريستايل، باكستروك، سباحة صدر بالعربي، والباترفلاي فراشة باللغة العربية. هذا 4 اللي بينزلوا، وبعد في تقريبا 4-5 ما بينزلوا على المباراة، هي سباحة إنقاذ، سباحة جناب، سباحة غطس تحت مي. كل هذا فينا نتعلم أكيد ونوصل لأحلى تكنيك مع نادي آيسون. مدام، من خلال خبرتك شو بتتوقع اللي يميز آيسون؟
على بتميز لانه نحن بنحب شغلنا، بنحب نعطيه احسن شيء من عنا، بنتبه على التلميذ او كلاينتس يعني صغار او كبار يكونوا مبسوطين. اهم شيء نحن بنعلمهم شو يعني ماي، شو اللي حساس لي بالماي لنقدر نوصل لكمية سباحة وبطلوا يخافوا بيصير يسبحوا كميات. أهم نقطة عنا بالنادي نحن بنعتبر عيسوين بيعرف يسبح 200 متر سباحة، معناتها خلاص هذا شخص متعلم سبيح ما بيغرب الماي أبدا، بيصير وين ما حطيته بحر نهر مسبح بيصير بيقدر يخلص حاله ويسبح وبيكون كل شيء تمام. بالنهاية شو الرسالة اللي بتحبي توجهها لدولة الإمارات ولحكومة دبي على دعمها وعلى الأمن والأمان؟ أوكي، أنا جيت على دبي أول مرة بالسنة 2010، والسبب هو كان مباراة عالمية، وبهذا الوقت كان بدبي فتحوا مسبح جديد حمدان، وهذا كانت مميز جدا. تصوروا أنتوا بالرمل بالصحراء الموجودة، هي لولو موجودة فيه بقلبه هذا الصحراء، شيء كتير رائع كتير حلو يعني مميزة. لفتنا على المسبح وشفنا كذا بركة وشفنا التكانية اللي موجودة فيه، كيف 50 متر بيصير 25 متر، كيف البركة اللي غطس من مترين بيصير تنزل لست مطار، يعني شيء رائع رائع جدا جدا. ومتشكر كبير لدولة إماراتي لأنه قدروا يقدموا هذا لكل الناس اللي بيحبوا السباحة. بالنهاية ممكن تخبري جميع المشاهدين اللي بتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع آيسوين؟ على أكيد عنا في تيم بيشتغل فيه وبيقدروا يجوا على السوشيال ميديا، على التليفونات، على الانترنت، على أصحاب إذا بيصلوا آيسوين أكيد بيدلوا عنا، لأنه كوتشي عنا كتير شاطرين بيحكوا 4 لغات، ما في عنا مشكلة باللغة العربية أو غير لغة روسية فرنسي إنجليش. أهلا وسهلا فيكم، نحن خبرنا نقدمكم لكم. شكرا جزيلا ونتمنى لكم بآيسوين دائما التوفيق والنجاح. شكرا لكم زو. شكرا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.